العبادات ليذكر اسم الله في مسجد الرحمة بأغوراي. تخضع دور العبادة إلى مساطر صارمة كقانون التعمير وقانون التماس الإحسان العمومي لتنظيم المصاريف ومساهمات الوزارة الوصية والهبات التي ألف المغاربة إعطاءها سرا لا علانية. تكلفة تقديرية 1,000,000 سنتيم، لكن حنا ما غنوصلوش لهذه التكلفة. علاش؟ لأن أصحاب المقاليع ديال الرمال والحصى ما تخلصوش. أصحاب الأرض سمحوا في الأرض ديالهم. النساء اللي باعوا الذهب ديالهم والناس اللي عطاوا العضلات ديالهم، المهندس المعماري ما تخلصش من اجل هذه المعلمات الدينيه تشوف النور. معلمه اخرى لكنها لم ترى النور الا املا لسكان هذا الحي الذي لم يتوفر بعد على مكان للعباده. الارض الموهوبه تنتظر اعاده تصميم هيكله المدينه. قال لك اسيدي 140 ما كافياش. زدنا 60 درنا البلان ديالها وداز في الكوميسيون وتصدقوا عليه الوزاره اللي مكلفين. حبس دابا قال لك راه عندكم الطريق دايزه 2 متر في بلاد الجمع. كما نصت الشروط على توفير جناح للنساء وسكن للامام ومقصورته ومرافق صحيه ومرافق ذات عائد مالي للتسيير. اما اهم الشروط، النقطه الاولى والاساسيه بالنسبه لنا ان الارض او الوعاء العقاري لبناء هذا المسجد هذا خصها تكون خاليه من جميع العيوب. والنقطة الثانية أن المحسنين اللي كيبنيو في إطار الجمعيات يخصهم يخضعوا القانون ديال تأسيس الجمعيات اللي صدرت وزارة الأوقاف منذ 2010، وهذا الشيء كله ضمانا للشفافية. ضمانا للشفافية وعدم استغلال العمل الإحساني لأهداف أخرى، القانون ينص لزوما على ضرورة فتح حساب بنكي بالخزينة العامة وباسم الجمعية لضبط كل المداخيل والمصاريف وتيسير المراقبة وليطمئن المحسن على صدقته الجارية.